للعلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى. فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكاة يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء، الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا، صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس. حياك الله شيخ. يا أهلا وسهلا. الشيخ، تحدثنا في الحلقة الماضية في بداية الحلقة قبل أن نبدأ الإجابة عن الأسئلة، تحدثنا عن زكاة التركة والأحوال التي تجب فيها هذه الزكاة. لو نلخص الأحوال التي تجب فيها الزكاة في التركة قبل أن نبدأ في بعض التفاصيل حول الزكاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فقد تحدثنا أمس عن مسألة زكاة التركات، ومعلوم أن التركة هي عبارة عما يتركه الميت قبل موته، يعني المورث قبل أن يموت. نعم، له أشياء أحيانا تكون هذه الأشياء قد وجبت فيها الزكاة بأن بلغت نصابا ومضى عليها الحول فيما يشترط له مرور الحول كما ذكرنا. وتارة يكون لا، ما عند الميت لم يبلغ نصابا أو لم يمر عليه الحول فيما يشترط فيه ذلك، فتنتقل الملكية من هذا المورث إلى ورثته. وأما الزكاة في ذلك ففيها تفصيل. إذا بلغت أموال الميت نصابا وحال عليها الحول فيما اشترطه له قبل أن يموت، فإن الزكاة تعلقت به، ولذلك يجب أن تخرج هذه الزكاة على ذمة الميت كأنه أخرجها، يخرجه أولياؤه أو ورثته قبل أن يقسم التركة ولا ينفق منها شيئا. ويعني تارة يكون هذا الشيء الذي كان يملكه الميت المورث لم يبلغ نصابا أو لم يحل عليه الحول، فإنه يقسم بين ورثته. فمن بلغت حصته نصابا في الأشياء التي لا يشترط فيها الحول، ولو بضم ما يملكه هذا الوارث من غير الأموال التي ورثها تضم إلى بعضها، فإذا بلغت ما تجب فيه الزكاة يجب إخراج الزكاة. وإذا كان نصيبه أو حتى لو أضفناه إلى ما عنده لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه. نعم، هذه بالنسبة لزكاة المورث وزكاة الوارث. وذكرنا مسألة أخرى وهي مسألة الضم، هذه مسألة مهمة. نعم. تارة يكون الوارث قد ورث يعني ماشية معينة في زكاة الماشية، يعني وضربنا لها مثالا والأمثلة كثيرة. نعم. فإذا كان نصيب أحد الورثة يعني 80 شاة، ولكن هو عنده نعم من غير هذا، طبعا 80 شاة هذه يعني الحول يعني لم تبلغ الحول أو لم يحول عليها الحول وهي في ذمة الميت، لكن لما وصلت إلى الوارث نعم
كانت يعني نصابا، هل عليه زكاة؟ لا، لأن الملك دخل، لأنها دخلت ملكه الآن، ولا بد من انتظار حول كامل. هي نعم هي نصاب، ولكن هذا النصاب لم يحل عليه الحول، فينتظر به يعني سنة كاملة أخرى. فإذا بلغت سنة أخرج. أما إذا كان له من الماشية الأخرى غير التركة، فيعني وصلت نصابا كأن يكون لديه 40 شاة وورث 80 أو 80، ما يصلحش المثال لأن لا يتغير يعني ما يخرج منه زكاة، لكن لنفرض 90، إذا عند 40 وحال عليها الحول وورث 90 شاة، 90 شاة يعني تخلط على من عنده، فيصبح كم؟ 130، 130 شاة، ففيها شاتان. نعم. إذن المهم أن يكون عنده نصاب في غير التركة، نصاب وحده، فيضم إليه ما ورثه. فإذا تغير النصاب كما في مثالنا فإنه يخرج الزكاة عن الجميع. نعم. طيب. بالنسبة للحرث إذا كان طيب شيخ، قبل أن نأخذ الحرث أستأذنك نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله في المسألة. معنا الأخ سعد من بنغازي، السلام عليكم. أخ سعد لو سمحت تسمعنا من الهاتف، بارك الله فيك. وعليكم السلام. أسمعنا من الهاتف وتفضل بسؤالك لو سمحت أخ سعد. وعليكم السلام يا رجل. قلت لك عندي سلف البول ديما بول. ألو. نعم واضح السؤال. قلت لك واضح. واضح السؤال. قلت لك عندي سلف البول. نعم. بارك الله فيك. عندي سلف البول ديما طايرهم مية، هل يجوز الصلاة بي ولا لا؟ إن شاء الله يجاوبك الشيخ بإذن الله، بارك الله فيك. هذه طيب. واحدة سؤال آخر. نعم. سؤال آخر قلت لك. النوافل الشفا والوتر. ألو. نعم. الشفا والوتر. الشفا والوتر يصلى إذا كان صليت يصلى المدة الفايتة. يصلى ماذا؟ المدة الفايتة صلى الشفا والوتر. إذا فتنك يعني قضاءهن. إذا كان فاتن، إذا صليت وما صليتش فاتن. طيب إن شاء الله يجاوبك شيخ. هذا يجوز. يجوز والله. نعم شكرا بارك الله فيك. طيب شيخ، وصلت إلى قضية الحرث وإخراج قضية التركة، إخراج الزكاة منها إذا كان في حال الحرث. قلنا إذا مات المورث قبل طيب التمر، قبل طيب الحبوب، يعني هذه لا زكاة عليه الميت، وإنما الزكاة على الورثة. فمن يعني صحت له حصة بلغت نصابا فإنه يخرج زكاتها، وإذا لم تبلغ نصابا لا شيء عليه، إلا إذا كان عنده من غيرها ما يصل النصاب فإنه يخرج على ذمته هذا الوارث. نعم. ولا صلة للميت بذلك. نعم نعم. طيب شيخ نستأذنك نأخذ اتصال الأخت حنان من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أخت حنان. هي شكرا، أنا عندي سؤال بالله. تفضلي. نبي نسأل عليه 2000 دولار، 10,000 دولار، يعني جوز إن نبيعهم كبيع ولا حرام؟ يعني هم 10,000 دولار هما قال لي إذا ما تقولي نشرها منك 2000. يعني قصدي بيع البطاقة أنت تقصدي؟ نعم. مش بيع الأموال بعد سحبها. أنا نعطي رقم الحساب بس هم يشروا مني ورد، فهمتني؟ تعطيني 2000 جنيه. بيع البطاقة يعني. طيب يجاوبك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. طيب شيخ، تبقى شيء في قضية زكاة التركة والله نجوع على الأسئلة إذا ما زال ماش فيه شيء عندك.
هو لا 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 أعرف ماذا قلنا وماذا نعم. بقي لنا اختلط الأمر هو حقيقة نعم. حقيقة الأمر نعم نبدأ في الأسئلة إن شاء الله. طيب إن شاء الله لأن تبقى عندنا كثير من الأسئلة حتى من الحلقة الماضية. أبدأ بسؤال الأخ أو الأخت أم يوسف لكن نأخذ اتصال قبلها الأخ معمر من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. تفضل أخ معمر. يا شيخ سلام. مرحبتين بك. الله يبارك فيك. تفضل الشيخ بالله. تفضل سؤالك. عملية الواحد يقترض من شخص ثاني فلوس بالشيك يصبهم في حسابه وبعدين على أساس يرجعهم له بالنقد. هي عملية 10,000 دولار هي. يعني هو مشروط إنه هو يشترط عليه إنه هو يرجعها نقدا. لا. والله من غير شرط مش مشروط يعني عمل لا من غير شرط يعني واحد سلفت منه زي ما تقول 40,000 بالشيك دارهم لي في حسابي وبعدين لما سحبت انا وبعت الدار رديتهم له نقدا. يعني شو المشكله فانا استفدت من ناحيه الدولار وهو استفاد انه هو حصل سيوله يعني. طيب هذه الحيله يا شيخ بس هاديه. طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله على هذه المساله. الشيخ ابدا بسؤال الاخت ام يوسف من طرابلس تقول زوجها يعارض خدمتها يعني العمل وهو لا يملك معاشا وهي لا تملك معاش ايضا فتسال هل يجوز لها ان تكون في الخدمه والعمل مع معارضه زوجها ام لا؟ هي يعني محتاجه اصلا. هي تقول ان هي قالت زوجها ما عندهش معاش لكن ينفق على البيت من خلال اعمال اخرى ما عندهش معاش ثابت وهي تعمل وتحتاج هذا المال لكن زوجها يعارض خدمتها وهو الذي ينفق عليها. لا اذا كان يعارض خدمتها فيجب ان تستجيب له. لا تستغل. نعم. يجوز للمراه ان تستغل برضا زوجها وبشروط معينه من حشمه الى اخره. وفي حالة أيضا لا ينفق عليها تستطيع عند الضرورة هذه يعني نعم تستغل وتحصل ما تقيم به أودها. نعم. أما أن الزوج يعني قد أنفق عليها أو ينفق عليها ومانع استغالها فله ذلك. نعم. نعم. يجب أن تستجيب له. نعم. طيب شيخ نأخذ اتصال معنا الأخ علي من الجبل الغربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شنو أخبار يا أخوي؟ مرحبتين بك أخ علي تفضل. نعم بارك الله فيك. بنسأل سؤال يا أخوي. تفضل. هل يجوز الخروج على ولي أمر أو لا؟ هل يجوز يعني بنسأل سؤال للشيخ هل يجوز الخروج على ولي أمر؟ أن في هالبناس النقاش هذا النقاش هالبناس يتحدث عليه ديما واضح موضوع الخروج على الولي أمر. طيب. هل يجوز الخروج على أمر أو لا حتى لو كان ظالم هل يجوز الخروج عليه أو لا؟ نعم. طيب يجاوبك وإن كان ظالم. أيوة. طيب. إن شاء الله يجاوبك الشيخ. طيب شيخ من الأسئلة سؤال الأخت إمام من طرابلس سألت تقول مش عندها مشكلة عائلية وهي أنها عمرها 40 سنة تقريبا وغير متزوجة وتقول تجد دائما احتقار وازدراء من عائلتها وإخوتها فتسأل ماذا يمكن أن تصنع أمام هذه الظروف التي تمر بها تجد قهر نفسي وما تستطيع شيء أن تخرج على عائلتها لأنها غير متزوجة وفي نفس الوقت لا تستطيع أن تتعامل مع إخوتها ووالدها بسبب هذا الاحتقار الذي تسميه يعني احتقارا لها وتقليل من قدرها في البيت. لا هي يعني هذه ممنوع إذا كان ما قالته يعني إذا كان ما قالته صحيحا فهذا الإثم على أهلها. نعم. كيف تعامل هذه المعاملة متزوجة أو غير متزوجة ما بولا غير متزوجة إذا كانت تعيش معهم فإهانتها ممنوعة. نعم. وباختصار شديد إهانة المسلم والمسلمة ممنوعة. لا تجوز بأي حال من الأحوال. نعم. يعني احنا حتى المخالفين في الدين لا نهينهم. نعم. لأن أن ممنوعة. نعم. فمن باب أولى يعني من عائلتها. نعم. والله أعلم. نعم. نعم بارك الله فيك شيخ. معنا الأخ فوزي من طرابلس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ فوزي. بارك الله فيك وفي ميزان حسناتكم. أنا والله عندي استفسار على موضوع الزكاة. الزكاة. طيب. نعم. أنا مثلا عندي مبلغ اللي هو نطلع فيه للزكاة
وعندي مثلا شخص طبعا انا ما ننفقش عليه او مش ملزم بنفقه عليه، بس معي في البيت وعندي مبلغ نخصص فيه ديما عند بعض العلاج وكذا وكذا يعني، فما نقدرش نعطيه المبلغ هذا في ايده خوفا من انه ما الشخص هذا شنو درجه قرابته منك؟ لا هذا اخي يعني طيب فما نقدرش يعني مثلا نعطيه مبلغ وخوف من ما يعرفش مثلا يتصرف به او كذا، فاني مثلا العلاج اللي يستحقه ولا اللي كذا نحاول اني نوفره له او نعطيه لاخي مثلا الاكبر اللي هو يعول فيه ونعطيه المبلغ هذا يتصرف فيه يعني، او لازم هو المبلغ نسلمه له في ايده، ما نقول هم الزكاه لازم تسلمها لصاحبها في اليد يعني يمسكها باليد وبعدين تقدر تتصرف فيها، فهذا سؤالي يعني. يعني انت الزكاه بدل ان تعطيها له في يد تشري له بها ادويه وحاجات هو يحتاجها؟ نعم، مثلا انا مخصص له صندوق خاص هو يعني مبلغ في صندوق معين ونعطيه مثلا نشري له به الادويه هذه، فما نقدرش طيب. مثلا نعطيه في ممكن تصرف بها الله واضح هو شخصيا يعني في ايده. نعم واضح السؤال، ان شاء الله يجاوبك الشيخ باذن الله تعالى. بارك الله فيك اخ فوزي. الشيخ سؤال الاخ عبد الكريم من البيضه يسال يقول عنده رصيد في البنك من 2015 بداية أزمة السيولة وسحب المبلغ بعد انتهاء هذه الأزمة ولم يخرج الزكاة من ذلك الوقت، فيسأل عن وجوب الزكاة في هذا المال اللي كان محبوس في البنك بسبب أزمة السيولة. وإذا كان هو مر بفترة يستطيع أن يتصرف فيها لكن بالصكوك ولم يفعل ذلك فالزكاة لازمة في السنوات الماضية، يضرب الحسابات إذا كان بلغ نصابا ماله يضرب الحساب كم هو 2.5% ثم يخرجه حتى الآن يعني لا إشكال في ذلك. وكلما ضرب حسابا وعرف المبلغ الذي كان المفروض أن يخرجه أيضا ينقصه من المبلغ يعني كل مرة كل سنة، هذا افتراض هو لم يحدث، لكن كل سنة يعني ينقص منه المبلغ الذي كان المفروض أن يخرجه زكاة إلى أن يصل إلى السنة التي نحن فيها. نعم والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. معنا الأخ صلاح من غريان، السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ صهيب، بارك الله فيكم على هذا البرنامج القيم. وفيك بارك الله، جزاك الله خير. عندي سؤال، بالله لو سمحت، عندنا قطعة طرد ملك الوالد وفيها شجرة زيتون للوقف. ملك الوالد وعندك وفيها شجرة زيتون وقف. وقف إيه طبعا ملك الوالد. نعم. طيب. يزول شراؤها أو استبدالها. يعني تبي تبيعوها مثلا. إيه لا نشراها، هي ملك اللي هي فرض نحن، لكن الزيتونة في. فهمتك، يعني تشرو الزيتونة داخل الأرض عشان تحكموا في الأرض. بالضبط ايوه، هي الارض ملك نحن ملك الوالد طبعا. نعم طيب يجاوبك الشيخ ان شاء الله. ايوه شراها او استبدالها طبعا بزيتونه ثانيه افضل يعني. ان شاء الله يجاوبك الشيخ باذن الله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله، جزاك الله خير. شيخ الاخ عبد الحميد من انقره يسال عن قضاء الفوائت، يقول من لم يصلي 3 أو 4 سنوات تقريبا في حياته كيف يمكن له ان يقضي هذه الفوائت؟ قضاء الفوائت عند الجمهور العلماء ضروري لأنه دين. نعم. أما الطريقة فهذه تعتمد على قضية يعني ما له من فراغ، ما له من أوقات يستطيع أن يصلي فيها. وهذا تعتمد، هذا الأمر يعتمد على كثرة الفوائد وقلتها. 4 سنوات كثيرة طبيعة الحال، فعند العلماء يعني 5 صلوات في اليوم هذا يعتبر الإنسان حتى لو توفي بعد فترة من ابتدائه القضاء فإن ذلك كاف وينجو من حساب يوم القيامة عن هذه الصلاة. 5 صلوات مع كل صلاة، يعني الظهر يصلي معه 5 والعصر 5 وهكذا. وإذا كان هو وقته ضيقا و يعني الأوقات يعني كلها يشتغل فيها على معاشه وعلى عياله فأقل شيء يعني صلاتان مع كل صلاة. وإذا يعني المسألة بلغت أوجها في الضيق فلا أقل
من صلاة مع صلاة ويحسب التاريخ ويسجله، فإذا وصلت 4 سنوات يعتبر قد دفع دينه وانتهى منه. والله أعلم. السنوات شيخ يحسبها على كأنها يعني السنوات التي قضاها، سواء كان الحساب بالقمري أو بالهجري، ولا لازم يحسب بالهجري السنوات؟ لا يحسبها، والأصل فيها بالهجري، لكن هو مرات يقدر حسبة الهجري كم، هو مرات يقدر الحسبة أن حسب مثلا 3 سنوات شمسية، فكيف يقضيها؟ يقضيها بالهجري ولا يقضيها شمسية كما هي؟ لا، الأصل فيها بالهجري. وإذا كان يعني ما عرف بالضبط يأخذ الحيطة، لنفرض يعني تردد بين 500 صلاة أو 700 صلاة يحسب كأن الدين 700. نعم نعم. طيب شيخ، معنا الاتصال الأخت أم وسيم من طرابلس. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، تفضلي أخت أم وسيم. نبي نسأل الشيخ، أنا عندي السكر، والسكر يرتفع لي يعني من فترة طويلة للـ500 في مرة حتى للـ700. فأنا مشيت لتونس وعالجت عليه في تونس عين قبل شهر رمضان، فقال لي الدكتور ما ممنوع عليك الصيام، لو تصيمي الكلى بتوقف. فاني فطرت يعني مش حتى نفطر، نشرب في مية وخلاص، يعني ما نأكله شوكي. بعد نبي نطلع الأيام اللي عليها، قالوا لي اليوم 18 دينار طبعا 480 دينار. فاني نبي نعطيهم، ما عرفتش وين نعطيهم، قالوا لي أعطيهم مش لي يعني، في حتى من يتيم ويبقى يعني ما شاء الله عنده يعني. هم قالوا لك 18 دينار على كل يوم، كل يوم طلعتهم وقالوا لي اعطيه اللي اسره ما عندهاش قوت يومها. طيب اخت ام وسيم، هو قضيه المرض، هل هو يعني الدكتور منع عليك الصيام دائما ولا اول مره؟ يعني مرة يعني تقدر تقضي الايام هذه الصيام. يعني في امكانيه للقضاء بعدين؟ لا، قال لي انت السكر 500 وفوق ال 500 يعني ديما يعني عالي السكر عندي. نعم. فيصير لي جفاف ديما في الكلى ومسالك عندي. فواحده من الكلى ضمرت شويه لما مشيت عليها اول مره، اني كنت نصيم عادي طبيعي جدا. اول مره يقول لي الشيخ الدكتور في تونس، قال لي لما دار لي التحاليل قال لي ما تصيميش، لان لو تصيمي وما لازم تشربي الميه يوميا باستمرار، لو تصيمي الكلى توقف. ثانيا لما جيت وخلاص روحت لليبيا معاش ما صمتش يعني شهر رمضان. فقالوا لي تطلعي عليها، لازم تطلعي الحسبة. هو 480. هو ان شاء الله اني اعطيتهم صح. نعم. هو اخت ام وسيم، هو ان شاء الله يجاوبك الشيخ، لكن السؤال الرئيس هو انت تقدري تصيمي ولا خلاص الدكتور منع عليك الصيام يعني مدى الحياه؟ مش مدى الحياه، انا ما عاش قدرت يعني. جربت روحي اول يوم رمضان صمت ممكن الساعة 1 اني نجتني دوخة ومعاش قدرت خلاص. واضح. يعني قريب نطيح في الوطاء. والصيام اللي قبل السنة اللي فاتت حتى هو نتعب هلبة منه. فأول مرة قعد السكر يرقى لي هلبة، السكر يرتفع. نعم. يعني وصل في مرة وصل 700 اللي نمشي في غيبوبة منه. طيب يجاوبك الشيخ يعني إن شاء الله يا شيخ صهيب، أنا بنفهم منه أنني أعطيت الفلوس صح طلعتهم وإلا لا؟ أنت أعطيتيه لمن الفلوس؟ أعطيتهم لعائلة فقيرة، المرأة يتيمة ورجلها تعبان مريض وما عندهاش قوت يومها وما يشتغلش. طيب. مرأة وراجل هم بس. يعني مش طيب. بعدد الأيام أعطيتين العائلة وخلاص، حسبتي الأيام كلها وأعطيتيها العائلة واحدة. عائلة فقيرة واللي قلت لك ما عندهمش قوت يومهم. نعرف إني تو أعطيتهم صح أو أعطيتهم خطأ. طيب إن شاء الله يجاوبك بإذن الله الشيخ، بارك الله فيك. بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. شيخ السؤال الثاني، الأخ عبد الحميد من أنقرة يسأل على، يقول يكثر الشيخ من ذكر قضية يندب كذا، فيسأل عن معنى الندب والمندوب في الشريعة الإسلامية. المندوب عند الفقهاء، الندب عند الفقهاء المقصود به ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. كان درى، كان عمل أحسن يحصل أجر، وإذا تركه ولم يفعله لا عقاب عليه. هذا معنى الندب عند الفقهاء. نعم. طيب شيخ، ويساويه الاستحباب.
نفس المصطلح يعني الندب والاستحباب بمعنى واحد في أيوة عند الفقهاء. نعم نعم. طيب شيخ أيوة. نستأذنك ناخذ اتصال معنا الأخ مسعود من الجنوب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، شو حالكم؟ مرحبتين، تفضل أخ مسعود. السؤال اللي سأل أخ علي قبل شوي، الخروج على ولي أمر، ليش ما جاوبتوش على السؤال؟ معليش يعني. مازال ما جاء وقت السؤال، تو نجاوبوا عليه. هنجاوبوا عليه إن شاء الله، مازال ما جاء، عندنا أسئلة قبله. خلي الناس تفهم، خلي الناس تبدأ عندها رؤية واضحة. حاضر إن شاء الله، تسمع الإجابة بإذن الله. خلي الناس عندها رؤية واضحة، لأن الخروج على ولي أمر هذه هي اللي فلقت البلاد واللي فلقتنا. خلي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يجاوب الشيخ على المسألة، ولما يأتي وقت السؤال يعطيك واضحة. لأن الناس كثرت فيها الفتن، البلاد هذه مشت في حال بجرة النكبة السوداء نبو. شكرا شكرا أخ مسعود، إن شاء الله يجاوب عليها الشيخ يعني بإذن الله. السؤال موجه للشيخ، يجاوب عليه هو إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل ومن ثم نواصل، فابقوا معنا. فقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى. حياة زاخرة عاشها الدكتور محمد يوسف المقري، رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، يروي تفاصيلها لأول مرة وحصريا على قناة ليبيا الأحرار. طفولته وحياته أيام الدراسة، كيف تدبر أمر أسرته معيشيا، ظروف دراسته في بريطانيا ومعاصرته لانقلاب القذافي عام 1969، وتوليه لرئاسة ديوان المحاسبة، وتقلده لمنصب سفير ليبيا في الهند. حقائق تعرض لأول مرة في برنامج الشاهد، يأتيكم في الأوقات التالية. الدين مشكات يزيح الهم والبلوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الشيخ نواصل الإجابة عن أسئلة الحلقة الماضية، منها سؤال الأخ محمد عنده ثلاث أسئلة يعني في سؤال واحد، عن قضية زكاة الذهب، يسأل عن زكاة الحلي المدخر والمستعمل لللبس، وقضية زكاة الفصوص اللي داخل الذهب اللي يصنع بها الذهب، قال هذه أحيانا تكون أغلى حتى من الذهب، فيسأل عن حكم الزكاة فيها، ويسأل عن تساوي الأنصبة في أعيرة الذهب المختلفة، هل الأنصبة فيها متساوية ولا كل عيار له نصاب معين؟ بالنسبة لزكاة الذهب وضحناها وقلنا النصاب فيها 85 جرام من الذهب. هذا بالنسبة للحلي ينقسم قسمين، يعني حلي للزينة تتخذه المرأة لزينتها حتى ولو لم تتزين، لكن الأصل في النية مأخوذ ومشترى للزينة، هذا لا زكاة فيه. نعم. على رأي جمهور العلماء. وأما إذا كان متخذا للعاقبة، يعني داس واحد لعل تمر به كذا أزمة ولا غيرها، هذا عليه الزكاة. فإذا كان يعني هو حليا، والحلي جمعها حلي، يعني إذا كان هو متضمنا لفصوص كما في السؤال. أما الفصوص فلا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة. والزكاة في ماذا إذن؟ في الذهب فقط. كيف يستخلص الذهب أو يستخلص الفصوص من الذهب؟ إذا كان قلع الفصوص يعني غير مؤثر فيها فليفعل ذلك، يعني حول الفصوص على جانب ويوزن الذهب فتخرج زكاته إن بلغ نصابا. وإذا كانت الفصوص يعني أو إخراجها أو تنحيتها مؤثرة على بها من الذهب، أو يعني ماذا يفعل؟ يتحرى، يعني الفصوص كم تقدر وزنها؟ هذه تخرج يعني لا زكاة فيها. وبقية الذهب
نعرف إذن مقداره بالتحري بالتقدير فنخرج زكاته. هذه هي تفصيل المسألة. إذن الفصوص ما فيها الزكاة إلا إذا اتخذت للزكاة، إذا اتخذت التجارة عفوا. والتجارة سبق أن تكلمنا عنها، عروض التجارة أي شيء يتخذ للبيع والشراء ولو ترابا فإن فيه الزكاة. نعم. الله أعلم. نعم. سؤال الأخير عن قضية الأنصبة في الأعيرة المختلفة، هل تتساوى أنصبة الذهب أو تختلف حسب معيار عيار الذهب؟ هي إذا كان الإنسان يملك ذهبا هذا الذهب الذي عنده وإذا كان متيقنا أنه بلغ نصابا لا يهمني المعيار. لا شيخ، هو يسأل عن النصاب في ذاته، هل نصاب الذهب واحد ثابت ولا يختلف باختيار 85 جرام في جميع أنواع الخالص يدخل فيه كله جميع أنواع الذهب، لكن بشرط أن يزيد على 85 جرام من الذهب الخالص. فإذا وصل مجموع ما عنده معايير مختلفة هذا القدر فيجب أن يخرج منه، والإخراج سهل على نوع الذهب اللي عنده، يخرج منه ربع العشر سواء كان يعني عياره 18 أو كان 21 أو كان 24. نعم. نعم. طيب شيخ، الأخت سالمة من درنة تسأل تقول صلاة الضحى يبدو أنها تداوم على صلاة الضحى، لكن سمعت بعض المشايخ يقولون أن صلاة الضحى لا تكون مثل الفرض في الأجر، فتسأل عن صحة هذا القول وشن معناها أن هي مش نفس الفرض. هل صحيح الكلام صلاة الضحى على من يقول بها؟ وهي فيها خلاف بين علماء المسلمين، لأن بعض الأحاديث أثبتت أنه صلىها مرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليها، وبعضهم جعلها سنة مستحبة دائما على مر السنين. وعلى كل حال ما قاله أو ما قاله لها العلماء صحيح، ليست فرضا صلاة الضحى، ومعروف أن أجر الفرض أكثر من أجر النافلة، لكن لا يعني ذلك أن تترك النافلة أن تزهد فيها، ولأن يعني هذه الأجر نعم الأجر معناها يعني مهما تنوعت طرقه فذلك خير للمسلم. نعم. والله أعلم. نعم. طيب سؤالها الثاني شيخ عن أمها، تقول أن والدتها وهي صغيرة كانت يأتيها العذر الشرعي الذي يأتي النساء فتصوم، ما كانتش تعلم أنه هو يمنع من الصوم، تصوم هذه الأيام حتى أثناء الحيض ولا تقضي بسبب الجهل بهذا الحكم، وتبين لها الأمر أخيرا يعني في آخر سنوات حياتها، والآن لا تستطيع أن ترد كل ما لها، فضلا عن أنها ما تقدرش تحسب هذه الأيام التي يعني صامت فيها وهي حائض، يعني صيامها فيه غير صحيح يعني. أما كونها لا تستطيع أن تحسب فنحن نقول لها يعني بالتحري تقدر تقدير الاحتياط. نعم. أما إذا كانت لا تستطيع الصوم فخلاص يعني انتهت، تستغفر الله سبحانه وتعالى فيما مضى ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. نعم. طيب شيخ، نأخذ اتصال معنا الأخ عمر من وادي الحياة. السلام عليكم أخ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ تفضل أخ عمر. سؤالي للشيخ يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم، قاطع ثلاث رحم، الحديث تقصد، هل بمعناه هل بمعناه يعني قاطع رحم من قاطع أسرته يعني بمشاكل أم بأمور الحياة؟ فهمت علي؟ واضح يعني أنت تقصد بينهم مشاكل وأحيانا يبتعدون عن بعضهم بسبب ظروف الحياة. أيوة. لا يعني يوجد مشاكل بينه، هل قاطع الرحم يعني أي نوع منهم؟ هل المقصود في الحديث ظروف الحياة؟ طيب جاوبك الشيخ إن شاء الله بإذن الله، بارك الله فيك. طيب شيخ، سؤال الأخ صالح من سرت يسأل عن مصافحة النساء المحارم المحرم المؤقت للرجل،
هل يجوز المصافحة بين الرجل ومحرم مؤقت له، وكذلك عن مصافحة الكبار في السن؟ لا بالنسبة للمحارم المؤقتة يعني مثل أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها لا يجوز مصافحتهن، لا يجوز، لا تجوز هذه المصافحة. نعم، ما دام هو يعني متزوجا بقريبتها التي يمتنع الجمع بينها وبينها فلا يجوز له المصافحة، وإنما المصافحة للمحارم الدائمين. نعم. وأما بالنسبة لمصافحة العجائز ومن لا أرب فيهن فيعني جمهور العلماء عندهما كذلك ممنوع. وقد وردت بعض الآثار أن أبا بكر الصديق كان يصافح بعض العجائز في منطقة معينة، يذهب إليهن فيصافحهن، لكن أجاب عنه العلماء بأن هؤلاء يقربن له من الرضاعة، فهن محارم دائمات. نعم. طيب، سؤال شيخ الأخ عبد الله من طرابلس، هل يجوز لعب لعبة الشطرنج؟ الشطرنج يعني انقسم فيها العلماء قسمين، قسم يرى حرمتها وقسم يرى كراهتها. لا يعني المالكية عندهم الحكم الأخير هو المعتمد يعني الكراهة، لكن شريطة ألا يؤدي إلى أمور أخرى، منها قضية تضييع الصلوات بطبيعة الحال، وألا يكون بناء على أموال للذي يغلب، هذه ممنوعة بطبيعة الحال، يعني وألا يعني يخترق ذلك المجلس أيمان كاذبة أو كلام قبيح إلى آخره، فإن هذا يوصله إلى الحرمة لا شك في ذلك. الله أعلم. طيب شيخ الأخ محمد من ترهون يسأل، يقول زوجته لا تكلمه منذ 3 سنوات ولا تقابله أيضا، وهي على ذمته بسبب أنه تزوج عليها، يسأل عن حكم الشرع في هذا الابتعاد وفيما تفعله زوجته. هذا أمر غريب، هو يعني إذا تزوج زوجة أخرى فلا يعني هذا فلا يدعو ذلك إلى مقاطعته، طالما هي أنت سألت، نعم فيما أعتقد سألته هل هي ما زالت زوجتك أو لا، فقال إنها زوجته. إذن يعني هذا ترتكب إثما بتصرفها هذا. نعم، وننصحها أن تعود إلى طاعة زوجها طالما ما فيش أشياء أخرى لا نعلمها. نعم، فيجب أن تعود إليه وأن تكلمه وأن تقابله لأنها زوجة. نعم. طيب شيخ، نأخذ اتصال معنا الأخ محمد من هون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ محمد. أنا غير نبي نستفسر يا شيخ، ما نقوله أن عليه إنه خدمة الدولار يعني. طيب شنو السؤال؟ ايه، ما هو في توا تسمع فيها يعني في الدولة على 10,000 دولار، هل جائز يعني البيع والشراء بيعها ولا لا؟ بيع ماذا هو بس بالتحديد؟ عشان يعني قصدي المسألة طويلة هي، لكن أنت تقصد بيع الأموال بعد قبضها بيعها في السوق؟ نعم. بيع الدولار يعني؟ بيع الدولار. طيب جاوبك الشيخ شان بإذن الله. طيب شيخ الأخ حافظ من الكفرة يسأل، يقول الحكم أو الدليل الشرعي من القرآن والسنة على جواز الانتخابات والديمقراطية، ويقول في ظل ما نقرأ من قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فكيف نوفق بين حكم الأغلبية وبين قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ مسألة الانتخابات أو هي الانتخابات ما معناها؟ جاية من كلمة انتخب، ينتخب انتخابا. وهي في اللغة معناها اختار، اختيار. حتى ولو كان يعني المجتمع يعني كان أكثر المجتمع فاسقا، فالقلة
هذه أيضا متفاوتة، فيمكن أن تختار الأصلح فيها. فالمسألة إذن يعني بالنسبة للقرآن كان مثل أكثر الناس لا يعلمون أو لا يفقهون أو شيء من هالقبيل، يعني هذا لا يدل على أنك لا تختار الأصلح، بل الاختيار الأصلح واجب علي واجب عليك، نعم وجوبا إن استطعت ذلك، وكان الأمر واضحا. وقد قال العلماء حتى في حالة وجود يعني عدم وجود الأصلح، فإن غير الأصلح أيضا يتفاوت من شخص لآخر، على الأقل يعني تختار من هو أقل ضررا للناس، وهذه مسألة معروفة. والاختيار كتمثيل للناس ورد في السنة، فقد يعني ذكرت السيرة النبوية في أكثر من موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب عرفاء الناس، الناس اللي مثلوهم، لأن بعض الأحيان لا يمكن الاجتماع بكل الناس، فأمرهم باختيار عرفائهم في أكثر من مرة، في قضية البيعة وفي قضية السبي هوازن، نعم، عندما طلب منهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى هؤلاء القوم سباياهم، فيعني وافقوا، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجعوا إلى قومكم وآتوني برأيهم، يعني اختار منهم عرفاء يقومون بهذه المسألة، وهذا اختيار أيضا، فأعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع القوم السبايا التي حصلت لهم في حصصهم أرجعها إلى أهلها. نعم. القضية هذه تمثل الاختيار، نعم. نعم. فكيف يقال الاختيار ممنوع؟ نعم. نعم. طيب شيخ، سؤال الثاني يسأل عن تعليقكم على كتاب تفسير في ظلال القرآن، تعليقكم على هذا الكتاب ورأيكم فيه. شيخ هل تسمعني؟ نعم. شيخ لو كنت تسمعني، الأخ حافظ من الكفرة يسأل عن تعليقك ورأيك في كتاب في ظلال القرآن الذي يذكر شيئا من تفسير القرآن الكريم أو فيه متعلق بالتفسير، رأيك في هذا الكتاب؟ طيب الشيخ ما يسمعش فينا، ناخذ اتصال. الأخت نادية من مصرات، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت نادية. لو سمحت نبي نسأل الشيخ علي السؤالين إذا كان في ممكن. تفضلي. السؤال الأول نبي نسأل علي، إذا كان شخص يعرف أن أعمال مثل زي كرمكم الله زي الزينة زي الحاجات اللي سايدة أخت نادية ما نسمعش في كويس، لو تعيد السؤال ويسكروا لي الرسالة. أيوة قلت لك لو نبي نسأل الشيخ إذا كان في إمكانية شخص يعرف أن أعمال زي الزينة وزي الأعمال السايدة أو زي قراءة الفنجان أو زي ما يقولوا لهذا العزايز صب الجزير، يعرف أن حرام ويقوم بها ويقوم بها. هل تقصدي إذا كان لا يعرف ولا إذا كان يعرف أنها حرام ويقوم بها؟ إذا كان هو يعرف وقام بها. وفي شخص ممكن مش 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 يعني قام بها من غير قصد، يعني من غير قصد منه، يتحد ظرف معين أو شيء معين، يقوم بالزنا ولا قراءة الفنجان ولا هذه الأعمال من دون قصد منه. قصدي مش الزينة يعني بشكل مباشر، زي التفرج على المقاطع الإباحية والأفلام وال يعني تقصدي بضعف النفس، إذا ضعفت نفسه وارتكب مثل هذه الأفعال. ضعف النفس، وهل ليه توبة عند الله؟ طيب يجاوبك الشيخ. سؤالي الثاني، إذا المرأة
في مرأة متزوجة وقع عليها ضرر من زوجها، زوج يعامل فيها عندها يعني سوء معاملة من الزوج، ضرب، إهانة، ما يصرفش عليها ويسكر وما إلى ذلك. ولما يجي قدام الناس ويقول والله هي زوجتي لا تهتم بنفسها ولا تعتني، وهو ما يعطيش فيها سيجارش، ما يصرفش عليها. طيب سؤال، ولما يجي قدام الناس هل لما المرأة بتطلب الطلاق إذا هي بتحت ضرر وطلبت الطلاق، في اللي تسأل يقول لها والله أنت ما عندكش حق، تنازلي عن المقدم والآخر ما عندكش حقوق. وأنا على حسب ما قرأت مدونة الفقه المالكي للشيخ صادق الغرياني، إن هو إذا كان المرأة تحت ضرر أو على حسب فهمي يعني إن هي من حقوقها، معنى زي مقدمها مؤخرها نفقتها إنها من حقها. يجاوبك الشيخ بإذن الله تعالى. لكن إن شاء الله. تحكي أنت على قضية إذا تضررت المرأة وطلبت الطلاق كيف تحرم من المقدم والمؤخر رغم أن هي وقع عليها ضرر شديد، هيك السؤال. قصدي يعني يا شيخ هي النظرة السائدة في المجتمع أن المرأة إذا هي طلبت الطلاق معناها ما عندهاش حق. واضح السؤال إن شاء الله. طيب نبي الشيخ يوضح. نعم نبي الشيخ يوضح إن شاء الله. بإذن الله واضح السؤال ويوضح لك الشيخ إن شاء الله. طيب شيخ، كنت سألت قبل ما تحدث مشكلة في الاتصال عن سؤال الثاني للأخ حافظ من الكفر، يسأل عن تعليقك على كتاب في ظلال القرآن ورأيك في هذا الكتاب. إيه في ظلال القرآن عليه مسألة، يسأل عن الكتاب في العموم، ما تعليقكم عليه؟ هو الكتاب يحصل فيه إشكال وأخذ ورد وطعن ودفاع، فيسأل عن تعليقكم عن هذا الكتاب. لا، احنا ننصح بأن يقرأ ما كتبه مفتي المملكة العربية السعودية عن صاحب هذا الكتاب، ولعله يكتفي بجوابه. نعم. طيب شيخ، سؤال الأخ الفيتوري من مسلاتة يسأل عن صلاة المغرب، يقول من صلى المغرب ولم يصلي العصر ماذا عليه؟ إذا كان ليس عليه فوائد نهائيا إلا العصر، نعم، فإنه يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعدها. هذا ترتيب قليل الفوائد مع الحاضرة، فهذا يعني واجب غير شرط. واجب شو معناها؟ معناها إذا لم يفعل ذلك ارتكب إثما، لكن إن صلى المغرب حتى والحالة هذه فإن الصلاة صحيحة، لكن خالف الواجب ارتكب إثما وصلاته صحيحة. أما إذا كان عليه فوائد كثيرة فاتت الخمس فيصلي الحاضرات ثم بعد ذلك يقضي ما فاته، والله أعلم. نعم. طيب شيخ، سؤال الأخ الهادي من الزاوية، مش سؤال، هو يطالب بتوجيه نصيحة للتجار وفي هذا الغلاء الفاحش وكيف يتعاملوا مع الناس، وأظن وجهنا نصيحة تقريبا الحلقة الماضية، حلقة أمس، والله تكلمنا هو يعني نعم تكلمنا عن هذه المسائل، ونزيد الأمر حتى وضوح للناس الثانيين. هم كثير من المستمعين والمشاهدين يظنون أننا إن تكلمنا بكلمة فإنها ستنفذ فورا، ونقول لهم يعني هذا غلط. راهو بعض الناس هذم لما يسمعوا الكلمة هذه يتضاحكون ولا يهمهم هذا الأمر، وبعضهم يستهزئون، وبعضهم ربما ينفذ بعض الجزئيات. يعني احنا لازم نفصل المسألة للناس على أننا نحن يعني نعظ أنفسنا قبل الناس ونعظ الناس كذلك، ولا نملك من الأمر شيئا. كثير من الناس تو هذا اللي سألنا عليه قضية هل يجوز الخروج على الحاكم، احنا منعنا من الخروج على الحاكم، ولا مكبلين يديه، ولا ندفوا فيه القدام يقولوا لا خرج. احنا لا نملك من الامر شيئا رانا. نعم. كل ما فيه احنا ربما نزيد على بعض الناس بقليل من العلم، لا اكثر ولا اقل. نعم. اما هم يعني يظنوا ان نحن في موقع مسؤوليه وموقف نستطيع ان ننفذ كثيرا من الامور ونحن مقصرون، وهذا غلط شديد. نعم. صحيح.
الله أعلم. بارك الله فيك شيخ. السؤال الأخ بلال من سبها يقول: هل يجوز الصدقة على الأموات خاصة إذا كان الميت والده عند والده متوفي ويريد يخرج عليه الصدقة باسمه؟ يعني هذه قضية متفق عليها، تجوز الصدقة على الأموات وعلى الوالدين بالخصوص، محل إجماع. تجوز الصدقة من الأولاد ذكورا وإناثا على والديهم، هذه مسألة لا شك فيها. كل العلماء من مختلف المذاهب متفقون على أن هذه الصدقة تنفع الميت بعون الله تعالى. نعم. واختلفوا في قضية الصدقة على الأجنبي اللي ما هوش قريب، ما هوش والد. نعم. بعض الناس قال نعم حتى هي تصل، وبعضهم قالوا لا، مقيدة بهذا الأمر. أما الوالدان فلا شك في وصول الصدقة إليه. ونحن ننصح دائما من أراد أن ينتفع أبواه الميتان بهذه بشيء ينفعهما بعد مماتهما فالصدقة أولى هذه الأشياء، والله أعلم. بارك الله فيك شيخ ونفع بكم، انتهى وقت الحلقة، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، نلتقي في يوم الجمعة القادم إن شاء الله. حتى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى، وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى، فإن حديثهم طب يداوي يبعث السلوى، وفقه الدين مشكات يزيح الهم والبلوى.